أكد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباج ما يحدث في قطاع غزة حرب إبادة ومحاولات تطهير عرقي للفلسطينيين. وفي تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أشاد الهباج بالموقف المصري والأردني قائلا إنه استطاع إفشال مخطط التهجير القسري للفلسطينيين، مضيفا أن مصر وقطر يقومان بجهود لوقف العدوان الإسرائيلي. الجهود التي بذلت والموقف المصري والأردني الصارم والقوي لإفشال مخطط التهجير وضد هذا المخطط أثمر موقفا دوليا موحدا ضد هذه المؤامرة الشيطانية التي تخطط لها إسرائيل. الاتصالات مقطوعة متوقفة بيننا وبين الإسرائيليين على الصعد كافة، لكن الذي يقوم بهذا الجهد الخير هو مصر وقطر سوية مع الولايات المتحدة التي كما قلت آنف هي وحدها التي تملك قرار أي شيء يخص إسرائيل.